بالأيام الماضية عدة مواقع تصوير أنهت عملها واحتفلت بالوصول لآخر يوم تصوير مع الأبطال والصناع، فشفنا من خلال صفحة المنتج جمال سنان أجواء الاحتفال باليوم الأخير لتصوير مسلسل ولد أمه في الكويت، فنشر صور جمعت مع محمود بوشهري وعبد الله بوشهري كاتب العمل فهد العليوة ومخرج العمل حسين دشتي. وبلبنان أيضا انتهى أبطال مسلسل عنبر 6 من التصوير اللي استمر لشهرين، وهالعمل اللي جمع بموسمه الأول عدد من نجوم العالم العربي بيقدم بالجزء الثاني ممثلين جدد أبرزهم نهلة داود، ريان حركة وغيرهم. وخلال احتفالية جمعت صناع وأبطال عنبر 6 ببيروت كاميرا ذا إنسايدر بالعربي تواجدت معاهم علشان تنقل لكم الأجواء، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. كذي احتفل فريق العمل بانتهاء أشهر التصوير الصعبة واللي يبدو أن أجواها شابهت السجن فعلا. نحن مجرد ما نوصل على السجن ونفوت نحن على العنبر منبطل نشوف الشمس كتير شوب، يعني بتوصل على التصوير بينقطع الأكسجين لترلي، بتحس حالك عن جد بحبس عن جد، ما يعني ما حدا يقتل حدا، ما حدا يعمل شيء، ما حدا يفوت على الحبس، كتير صعب كتير بشع السجن أوردي الأجواء تبعه والعنابر واللون والطريقة واللبس الموحد بروحه كآبة، بس يعني خلاص تغلبنا على الوضع يعني. فرغم الصعوبات إلا أن سجينات عنبر 6 حزنوا على وداع شخصياتهم. أنا مع أنه شخصية حليمة ما بتشبهني أبدا بحياتي، لأنه هي كتير قاسية وكتير إذا بدك هيك عندها شر، يعني هي بتكون شخصيتها وما عندها يا أمر حمينة. بحب كتير هالشخصية لأنه مش كل يوم فيك تلعب كاركتر يعني تكون زعيمة مترأس السجن يعني. لا زعلانة انه نحن اليوم اخر نهار تصوير، او يو نيفر نو يمكن يكون في سيزن 3 ما حدا بيعرف. هيدا شو تلميح ولا امنية؟ يعني لمحولي عم لمح. لكن بالوقت الحالي خلينا في اجواء الجزء الثاني، فراني عيسى راح تجتمع بهالجزء بسجينة جديدة قادمة لتنتقم منها. نقرب بعد ولد عمال. انا دايما عندي مامي ايشوز بالمسلسلات صراحة يعني عن جد. بس رانيا بتعقد، التصوير معها كان كتير حلو مع انه مشاهدنا ما كانت كتير حلوة. ومشاهد الضرب والاكشن بترجع مع الوجوه الاساسية ايضا مثل صبا مبارك، ايتن عامر وفاطمة الصفي. كان متعب انه ترجع تجسدي هالشخصية لسيزن جديدة يعني لفترة طويلة كمان من التصوير تفوتي فيها اجان. الجزء الاول بالنسبة حق بناء الشخصية كان متعب اكثر. الثاني عندنا الأساس وبنكمل عليه وبنمشي يعني. الشخصية الجديدة شوية اللي فيها حتة صغيرة إن جديدة أكيد انولدت من الجزء الأول الأحداث، وعلى الثاني كانت أسهل. ويبدو أن هالشخصية بتحمل معاها مفاجآت غير متوقعة. لما كنا عم نحضر هلأ نحن وياك لنصور الانترفيو ركضت لتحط الجاكت. ليه؟ عشان عندي أسرار لأن ما أسرار شخصية. لا ما نحن انسايدر شخصيات أحلام منحب نفوت بعمق الأسرار. هذا انسايدر طول عمرهم مجربين يطلعون مني كلام ويسحبوا كلام بعمرهم ما طلعوا مني كلام. نحن هالمرة غير. إيه يعني عندنا مفاجآت يعني. إيه يعني أنا شفت شيء هون على الإيد. إيه يعني أشياء يعني. جرح. لا. حرق. لا. فينا نشوف. لا. لا. والمفاجآت بهالجزء راح يقابلها عناصر ثابتة ما تغيرت مثل وجوه تعرف عليها الجمهور ومنتظر يشوفها من جديد، منها غريتا عون اللي عرفوها بدور السجانة. طبيعة الحال ما راح تلين بهذا الجزء، بس بدها تتفاعل شوي كشخصية. لوين رايحة؟ يعني كنت بتمنى انه تكون المساحة اكبر، ما مش راح على مطرح اذا بدك. أوكي. هي بعدها مسؤولة موجودة عن السجينات، بس دلال مثل ما شفنا بالبارت 1 هي بتمثل الشخصية المنيحة السجينة المنيحة، لأنه كريستين العاطلة هي العاطلة. أنا ما خصني، هي بترتشى وكل همها المصاري، بس شم ريحة الفلوس بتروح فيها. شو خلقكم قدام ميكرو انسايدر؟ أنا من جوا حدا كتير منيح، حلمة دنياني مش منيحة. بس الأجواء الشغل كتير كتير كانت حلوة، وهذا اللي أيضا استمتعت فيه كريستين شويري. اسم الله بهذا العمل فيه كتير ممثلات وممثلات أكثر من ممثلين، هذا شيء بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نحن بحبس نسوين شو بدكم يعني تاخذوا كل شيء، ما في
فهمت أمر الله فوتنا معنا عنصر ذكوري بالحبس بس ما هو حبس نسوان. هيدا الموضوع بوزيتيف بتشوفي؟ ايه طبعا ما نحكي عن قصصهم عن خبرياتهم عن معاناتهم عن أحلامهم والأشياء اللي صارت معهم فأكيد شي حلو. وكم ممثلات بيكون في هيك شوية غيرة؟ بعضنا ما حبينا بعضنا كل واحدة يعني ما بخبرك وقت نوقف تصوير نقعد نشتشت بشعر بعضنا بس لا ليه كيف عم يضحكوا ليك لا بالعكس عن جد كلنا قلب واحد وكلنا بنعرف بعضنا أصلا من قبل وكثير في هيك ألفة وأخوة بيناتنا. ومثل ما ذكرت كريستين هالمجموعة دخل عليها عنصر رجالي بوجود نواف الضفيري ووائل منصور اللي أدوارهم جمعتهم بشكل أساسي مع شخصية صبا مبارك. بتعقد صبا هي كثير تعلمت منها كثير حتى مش بس بالتمثيل بتعطيني تيبس عن الغنى سمعت آخر هلا غنيتين بدي أنزلهم. She gave me هيك كم ملاحظة من هون هونيك على شكلي على الطريقة اللي عم تصرف فيها. شوف المشاهد اللي بيكون فيها رومانس وما فيها رومانس وكده وبنبدأ نحب بعض بعد ما بيخلص المشهد ده بنفرض ضحك بشكل يعني مخيف يعني خصوصا العلاقة اللي جمعتنا علاقة يعني أنا بشوفها أخت لي فده شيء بيخلينا بعد كل مشهد رومانسي أو بنحاول إنه كيف نصدق اللي بنسويه الحمد لله صح أنتوا حتحكموا بس هذا أكتر شيء كان بيضحك ما بين كل مشهد رومانسي ورومانسي شو بيحصل. ونواف بهالجزء راح يعود بدور الصحفي آدم. هو عمل مشاكل في سيزون 1 سيزون 2 بيحاول يصلح غلطته ما أعرف هل هو عرف يصلحها أو لا بس هذا كان الجول حقه أو الأوبجيكتيف إنه كيف يبدأ يعدل المصايب اللي قيدوا سواها بحسن نية. بس أنا معلوماتي بتقول إنه آدم راح يتوفق عاطفيا بهذا الجزء. انت ايلي بيقعد مع مين ايلي يتوافق عاطفيا فينا نقول هيك يعني صراحه ما انا عارف اكذبك ولا انا عارف اقول لك لا كلامك غلط صراحه فاجأتني. اما روزي الخولي فهي اللي بتفاجئنا هالموسم مثل ما عملت في الجزء الاول. هيدا دور عمري انا بقول لانه قدي انا كنت كتير كلوز مسكرة على حالي وادواري وهيدي ممنوع وهيدي ما بعرف شو ما بعرف منين جايب عقدي يعني انا اكيد يعني من بي وخي سليم الله يرحمهم تقدروا يسمحوا لي سوى أمثل وهيك كان في كتير ممنوعات خنقوني بالممنوعات فهلأ اسم الله بهالعمر عم بعوض. فبين دورها الجريء في مسلسل للموت ودورها كرئيسة السجن في عنبر 6 الشخصيات اللي تلعبها تعطيها هوية خاصة ومميزة بالدراما. عنبر رئيس السجن النسوان يعني ثلاثة أرباع رجال بدها تكون رجال تدريبة وبالأوامر اللي بتعطيها يعني رغم أنه دوري كان صغير يعني بس أنه واضح هي شو هلأ هديك كمان قوية يعني اثنين شخصيتهم قوية. وين هيك حسيتي في لعب أكتر في تحدي أكبر؟ لا حبيبه لأنه طلع يعني هيداك هين علي بس حبيبه طيلعني أنا من حالي